بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هل تفكرنا يوما في سعادة خالية من الأكدار؟ هل تفكرت يوما في سعادة أصفى من الدموع وأنصع من لبن الضروع؟ هل تفكرت في حياة لا شقاء فيها ولا سقم ولا جوع ولا حزن ولا نصب؟ حياة لا موت فيها، حياة تحيا فيها روحك ويحيا بدنك، حياة سعى من أجل تحصيلها الأحياء، أعني أحياء القلوب لا أمواتها، حياة أبدية في دار القرار ومنازل الأبرار، حياة ينسى صاحبها الشقاء وتزف إليه السعادة صافية غراء. هذه الحياة لا تكون إلا في مكان واحد، لا تكون إلا في الجنة. قال الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي الحياة الحقيقية. أتدري أين هذه السعادة؟ إنها في جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، إنها دار النعيم، إنها المقام الأمين ودار السرور. قال عنها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: من يدخلها ينعم ولا يبأس، ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. حينما تتأمل في الآيات والأحاديث التي وردت في وصف الجنة، لولا أن الله قدر على العبد ألا يذهب عقله لذهب. حقا حينما تتفكر في الآيات والأحاديث يصاب الإنسان بدهشة عجيبة. هل حقا هذا شيء موجود وسيكون؟ إنما يملي عليه ذلك يقينه بالله سبحانه وإيمانه بالغيب، لأنها فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، واسمع الثالثة، ولا خطر على قلب بشر. يعني حتى أن يخطر على بال الإنسان هذا النعيم هو لا يخطر أصلا، فكيف يكون قدره؟ وإني أحبتي في الله مطوف بكم في بعض نعيم الجنة حتى يكون هناك شيء من الاتساق والتوازن. فكما ذكرنا شيئا عن وصف النار، فلابد أيضا أن نذكر شيئا عن وصف الجنة. حينما تسمع قول الله تعالى في الحديث الصحيح القدسي في البخاري وغيره: أعددت لعبادي الصالحين، الفعل هنا منسوب إلى من؟ الله جل جلاله، ويكفي والله هذا فرحا وسعادة. لو أنك بلغك أن أعظم ملك من ملوك الأرض قد أعد لك قصرا في أعظم مكان وأجمل مكان في هذا العالم، وأعد لك فيه من التحف والهدايا ما أعد، كيف تكون سعادتك؟ وهذا كله فعل البشر للبشر، فكيف بفعل الله وإعداد الله للبشر؟ أعددت لعبادي الصالحين، اللهم اجعلنا منهم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إنك تشم رائحة الجنة وبينك وبينها سنين عددا، وإن ريحها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية يوجد من مسيرة 500 عام. تأمل معي في الحديث: لو أنك وضعت أفخم وأفخر أنواع العطور هنا في المسجد، هل أهلك في البيت من الممكن أن يشموا رائحتك؟ استحالة. طيب كيف ورائحة الجنة تشم والإنسان بينه وبينها 500 عام؟ مسيرة 500 عام، يعني يركب فرسا مثلا أو شيئا مسرعا حتى يقطع هذه المسافة في 500 عام، وريح الجنة يشم قبل ذلك. بل شم بعض الصحابة ريح الجنة وهم في الدنيا، كسعد ابن معاذ رضي الله عنه. مين؟
سيدنا أنس بن النضر رضي الله عنه وغيره من الصحابة لما كانوا في غزوة أحد قال: واهن لريح الجنة إني لأجد ريح الجنة دون أحد، يعني قبل أحد أو ناحية أحد. وإذا من الله عليك وكنت في الزمرة الأولى التي تدخل الجنة، فيصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. انظر للوضاء والجمال والحسن، على صورة القمر ليلة البدر. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. تلمح في الحديث أول زمرة يعني جماعة، وفي بعض الروايات آخذ بعضهم بأيادي بعض. تأمل في هذا الاجتماع على الطاعة الذي يؤدي بالناس بعد ذلك إلى الاجتماع على النعيم بإذن الله تعالى. ولا يأتين على أبواب الجنة، على أبواب الجنة يوم وهو كظيظ من الزحام. كظيظ يعني إيه؟ ها؟ أمر ممتلئ يعني من كثرة من يدخل. طيب هذا الباب ممكن كم إنسان يدخل منه في مرة واحدة؟ دفعة واحدة كده. أكبر عدد 4-5. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين مصراعين من مصاريع الجنة، حد الباب كده، عضاضة الباب ما بين المصراعين، ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. يعني لو أنت وقفت كده في الباب وعايز تمشي كده، مش هتمشي كده، هتمشي كده، تاخدها في قد إيه؟ هي خطوة، صح يا ابني ولا إيه؟ يا ابني حد يسمع الجنة وينام؟ يبقى أنت هتجيب الباب كده خطوة واحدة. باب الجنة ما بين المصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة. تخيل، يبقى الباب ده حجمه قد ايه، ورغم الاتساع الكبير ده يأتي عليه يوم وهو كظيظ من الزحام. أبواب الجنة ما أسماؤها؟ ما أسماء أبواب الجنة؟ الريان، ها؟ لا، الصلاة، باب الصيام هو الريان، الصدقة، معنى كده الجهاد. ما السر في تسمية أبواب الجنة بأسماء العبادات؟ تنافس، عشان تشتغل، عشان الناس اللي بتنام وقول له قوم صلي، الليلة وترية، شد حيلك، ده باقي كذا. انت راجل عايز جنة، اللي عايز جنة لازم شغل، لازم عمل، لازم تعب. لان انت لما تخش الجنة خلاص ما فيش تعب، زال التعب وزال النصب. لكن طول ما انت في الدنيا لازم يفضل فيه تعب، هي الدنيا كده. لكن لما تسمع ان باب من ابواب الجنة اسمه باب الريان، ده لمين؟ الصائمين، تجتهد في الصيام. باب من ابواب الجنة باب الصدقة، تجتهد في الصدقة. وكأنك حينما تطأ رجلك ارض الجنة يكونون قد أعدوا لك استقبالا رائعا. اسمع قول الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إباه وقال لهم خزنتها إيه: سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين. هنشوف يعني الإنسان لما يبقى مثلا رايح مكان مثلا تكريم أو كده، وشوف مراسم التكريم، وده يقابله ويسلم عليه، وده يقابله ويعلق مش عارف في رقبته، والثالث والرابع، فكيف بأول يوم وأول مرة تدخل فيها الجنة كيف يكون التكريم، وكيف تكون فرحة الإنسان وهو في طريقه إلى الجنة. أنت وانت رايح حفلة التكريم بتبقى مش طايق، يعني أقول لك إيه، ما بالك أنت بقى خلاص رايح الجنة، آخر الخطوات دي آخرها توصلك فين؟ الجنة. تبقى الفرحة بتاعتك قد إيه؟ أول ما تدخل الجنة بقى ممكن لو صح التعبير وجبة خفيفة كده. أول، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل ما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال: زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت. قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. يعني خلق الله فيها هذا الحيوان وهو يأكل الآن في الجنة، أول ما تدخل الجنة يذبح هذا ويأكلون منه. تخيل بقى إما يبقى ثور، وبيقول إيه يعني يا أهل الجنة، ما بالك يبقى حجمه قد إيه وقدره قد إيه. لو تفتكروا واحنا بنتكلم امبارح في معالم العظمة أو ملامح العظمة، وشفت حجم السماوات وحجم الأرض، افتكر بقى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها إيه؟ ها؟ وجنة عرضها السماوات والإيه؟ يبقى قد إيه الجنة؟ يبقى حجمها قد إيه؟ عشان ما تتعجبش لما هختم لك واذكر لك آخر واحد هيدخل الجنة الملك بتاعه قد إيه؟ ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها. قيل: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين تسمى سلسبيلة. طب ممكن لما أدخل الجنة بعد كم سنة مثلا، سني يكبر كده وبقى راجل عجوز وظهري يتأوس ورجلاتي وجعني
وأول مثلا يجي لي الضغط ولا مش عارف ايه ولا في مستشفيات هناك وكده والحاجات دي؟ لا لا خلاص مفيش. إن لكم إما يدخلوا الجنة بقى ربنا ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. تخيل يعني مفيش مرض خلاص، مفيش ألم، مفيش تعب، آه خلاص. وإن لكم أن تحيوا، أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، مفيش موت، الموت نفسه هيذبح بين الإيه؟ الجنة والنار. وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يعني تفضل في سن إيه؟ الشباب، ما تعجزش، مفيش شعر أبيض، مفيش مش عارف إيه، مفيش تأوسات، مفيش ألم في الرجلين، تفضل سن شباب على طول. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. شوف بعض صور النعيم الموجودة في الجنة، بس بعد ما تسمع حديث البخاري ده قال كل من يدخل الجنة على صورة آدم، كل من يدخل الجنة على صورة آدم. صورة آدم كانت قد إيه؟ 60 ذراع في السماء. 60 ذراع في السماء دي تعمل قد إيه؟ يعني ممكن نقربها كده حوالي 15 متر. 15 متر يعني كم دور؟ ها؟ 5 أدوار. يبقى أنت كده واقف على الأرض ورأسك فين؟ جايبة شباك الدور الخامس، ده طولك تقريبا يعني، وعرضك حوالي 4 متر. طب ليه الحجم الضخم ده؟ عشان يزيد النعيم، زيادة في النعيم والتكريم. كل من يدخل الجنة على صورة آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحلون أبناء 33. وقال لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون. يعني شوف الخارج اللي بيطلع من الجسم في حمام أو في غيره أو في منديل بالتف أو كذا، الكلام ده كله خلاص الجنة ما فيهاش الكلام ده خالص. ولا ينامون في الجنة، قال صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت ولا ينام أهل الجنة. طب ليه مش حينام؟ تنام ليه؟ ما طول ما أنت قاعد أصلا قاعد في إيه؟ في نعيم، نام ليه؟ الإنسان لما يبقى في لحظات سعادة بيتمنى أنه إيه؟ وليه بص للشباب بيبقى مثلا بيلعب لعبة حلوة أو بيتفرج على حاجة كويسة، بيبقى عايز إيه؟ يطبق ليل ونهار، ما إيه؟ ما ينامش من السعادة، ما بالك بقى نعيم الجنة. تعال كده بص لبعض نعيم الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة. إحنا عارفين الخيام هنا بتصنع منين؟ قماش أو إيه؟ جلد أو أي صح. تخيل بقى خيمة من لؤلؤ، ومش لؤلؤة واثنين وثلاثة، لا ده هي لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا. 60 ميل دي تعمل كام؟ قولوا لي بتوع الحساب. ها؟ 120 كيلو. طولها 60 ميل يعني تعمل 120 كيلو مثلا. طيب يعني أنا بيتكو كم متر؟ ده 100 متر. يقول لك أنا جبت حتة أرض 100 متر وبتاع وهعمل لي بيت صغير وجنينة حواليه. بالك في 200 متر كل اللعب ده، ما بالك لما يبقى خيمة. ده لسه في بيوت تانية، دي خيمة بس كده، خيمة في الجنة إما يبقى طولها 60 ميل. للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعض. يعني أنت عيالك في البيت أنت مش شايفهم أو أهلك بسبب إيه؟ ها اتساع البيت وبعد المسافة. تخيل لما يبقى البيت بقى لؤلؤ، لا ده في بيوت تانية إيه؟ لبنة من ذهب ولبنة من فضة. تخيل كده وانت داخل باب بيتك كده فتحت بالمفتاح واول ما دخلت غمضت عينيك كده بتتخيل ان انت داخل بيت من بيوت الجنة. تخيل كده ان طوبة ذهب وطوبة فضة، يعمل كام البيت ده لو احنا بعناه؟ طوبة ذهب وطوبة فضة، متخيلين؟ ايه ده؟ طب ما يستاهل بقى، تستاهل الجنة تتعب. ان في الجنة تشوف بيوت تانية، قال صلى الله عليه وسلم نوع تالت اهو، يبقى في بيوت من لؤلؤ وفي بيوت ذهب وايه؟ شوف بقى البيت الثالث ده، إن في الجنة غرفا غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. إيه دي؟ تخيل كده. أعدها الله تعالى لمين؟ اسمع عشان تطبق. لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وتابع الصيام، مش خلص رمضان أطعنا صيام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس إيه؟ والناس نيام. شكل الجنة التراب بتاعها فيها تراب ولا متسفلتة ولا فيها رخام ولا بلاط؟ فيها ايه تحت؟ قال صلى الله عليه وسلم لبنة من لبنة ذهب ولبنة فضة. بيسألوا الجنة بناءها ايه؟ قال لهم لبنة ذهب ولبنة ايه؟ فضة. وملاطها المسك، يعني اللي بين اللبنتين، احنا هنا بنحط طوبة وطوبة بين الاتنين ايه؟ المونة والاسمنت. هناك بقى لبنة ذهب ولبنة فضة بين الاتنين ايه؟ مسك.
انت زي ما تجيب حتتين ازاز كده وشويه ميه بينهم يحصل ايه؟ يلزقوا في بعض، معنى كده. وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران. ده الحصباء ده اللي انت بتدوس عليه، ده لو ده في الدنيا انت بتشيله في الخزنه، لكن ده هناك انت ايه؟ انت بتدوس عليه. حصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وانت ماشي بقى كده في بساتين الجنه وبتبص على الاغصان وبتبص على الاشجار، الشجر في الدنيا هنا المعروف يا اما نخل يا اما كذا. قال صلى الله عليه وسلم عن شجر الجنه: ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب. ما في الجنه شجره الا وساقها من ذهب. شجره ذهب تعمل قد ايه؟ شفت واحد راح دوله خليجيه اشتغل له 5-6 سنين راجع شايل شجره ذهب معاه؟ حصل قد ايه؟ ها؟ ولا فرع، مش كده؟ شجرة ذهب لو عملت لك طن ذهب، الطن كم كيلو؟ 1000. والكيلو كم جرام؟ 1000. يبقى الطن كم جرام؟ 1,000,000. معنى كده والجرام ب 300 جنيه، يبقى 300,000,000، صح كده؟ 300,000,000 دول سبحان الله وبحمده. عرفت ليه بنقول لك ما تتكلمش في الاعتكاف؟ يبقى الكلام واللك الكتير ده والضحك احسن ولا تقول سبحان الله وبحمده؟ انهي الاحسن؟ لو عندنا يقين. لا خلي بالك، فعلا لو عندنا يقين، لان كده اليقين بتاعنا ضعيف. لو احنا قلنا اللي مش هيتكلم في الاعتكاف وهو طالع هياخد ظرف فيه 5,000 جنيه، والله فين الاخ محمد سيد؟ ما تيجي تعمل المسابقه دي؟ ها؟ لو انت بس قلت كده، شوف لي بس كده شاب اتمسك بيتكلم ماشي كده يمشي وراء، طب خلاص والله ما هعمل كده تاني، طب سامحوني، طب صح ولا كلامي غلط؟ عشان 5,000 جنيه. طب سبحان الله العظيم وبحمده بتاخد منك كم دقيقة؟ مفيش ثواني بنخلة في الجنة. انت موقن في حديث النبي ده؟ مصدقه يا ابني؟ مصدقه؟ لو قلت لا تبقى ايه؟ يبقى كافر. لو واحد قال النبي مش صادق يبقى ايه؟ ما تردوا عليه. طب جميل، انت مصدق ان النبي قال ان سبحان الله العظيم وبحمده بنخله في الجنه، طب ما بتقولهاش ليه؟ وشغال في اللوكلوك ليه؟ ما اشتغل بقى، اغرس بقى، شوف كده الاشجار بتاعتها. طب مثلا انت بيتك في الجنه وحواليه شويه اشجار انت غرستها بسبحان الله وبحمده والى اخره وفيها الثمار، عايز انا ثمر من الشجره دي اجيبه ازاي؟ تجيب سلم ولا تعمل ايه؟ قال الله تعالى: وجنى الجنتين دان. دان يعني ايه؟ دان. عمالين تحفظوا وخلاص قرآن ما بتفهموش التفسير، وده الخطر قريب. قال ابن عباس: تدنو الشجرة. جهز لنا حاجة كده يتفرجوا. استنى خلي بالكوا اللي هنعرضه ده. أيوة يعني احنا لما جبنا المناظر بتاعة النار كانت نار دنيا، قعدنا بقى محتارين حتى هنجيب حاجات جنة نجيب ايه، فجبنا لكم شوية قصور نضحك عليكم وشوية مناظر طبيعية، أخد بالك؟ بس عشان ايه يقول لك ده دي حاجات دنيا، ما بالك حاجات الجنه يبقى شكلها ايه؟ تخيل كده لو ما تكبر يا ابني، هي كفايه مش كمان مش طايلين ومش شايفين. ها هات له العربيه اللي فاتت دي كده، في شباب بيحبوا ال مش راضيه تكبر عندك. ها هو كده، بص كده دي والقصر اللي وراها. ولا ما يبقى كده اصرف يعني، انت حرمتهم خالص كده حتى يشوفوا. طيب من اللي قاعدين ورا السلك دول اكيد. ايوه الشاشه ما استحملتش. افضل تعليق ده. طب تعالوا نسمع كده. قال ابن عباس، اسمع معايا: تدنو الشجره. اسمع يا ابني الكلام اهم. تدنو الشجره حتى يجتنيها ولي الله ان شاء قائما وان شاء قاعدا وان شاء مضطجعا، لا يرد يده بعد ولا شوك. يعني الشجرة تقرب لك، عايز تاكل منها وانت قاعد ماشي، وانت نايم ماشي، يعني مش حتى ايدك هي الشجرة. بص اسمع الاثر بتاع ابو امامة ده: ان الرجل من اهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة. نفسك تشرب ايه؟ اعلى وافخم وافخر انواع شراب في الدنيا ايه؟ تعرف حاجة من حاجات العالمية؟ الصوبيا. معلش يا راجل غلبان. طب انت تعرف الصوبيا يا ابني؟ عندكم في سوريا صوبيا؟ هو خلاص هنا طبعا شرب لما اتملى.
لما تقعد تبص وتفكر كده أجمل وأحلى وأفضل شراب في الدنيا، أفخم وأفخر شراب الجنة، يبقى شكله إيه بقى؟ إن الرجل من أهل الجنة لا يشتهي الشراب من شراب الجنة، نفسه يعني خطر بباله إيه نوع من أنواع الشراب، تخيلوا يحصل إيه؟ حد يعرف؟ قال فيجيء الإبريق فيقع في يده، يعني أول ما فكر في الشراب جاله الإبريق اللي فيه الشراب ده في إيده على طول. دي فين في مطاعم الدنيا دي؟ ده على الأقل بتبعت صح كده، بتتصل مش كده، دليفري مش كده، أو وانت حتى دخلت المطعم وقعدت ساكت خالص تقول لهم مش انتوا بتجيبوا اللي في بالي من غير ما اتكلم حبيبي ده مش هنا ده في الجنة، وانت قاعد في الجنة كده مش هتفق يعني، مجرد ما يخطر في بالك اصلا الشيء تلاقيه قدامك اهو. فيجيء الابريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود الى مكانه. ده لو حصل في الدنيا انت ممكن يحصل لك حاجة، لما تلاقي الابريق جالك وشربته وراح مكانه يقول لك الشقة دي مسكونة، مش صح كده ولا ايه؟ ايوه كده، بصوا كده المناظر عاملة ازاي، هذا خلق الله وده دنيا الناس شافته، ما بالك لما تبقى في الجنة بقى. عايز اقول حديث بقى، دي حقيقة، دي دنيا، دي كمان دنيا مش هيبقى حقيقة، ما هي قدامك اهي، لو انت راكب لك مركب كده ونازل مع البتاع ده ولا قارب من الجنة. طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، في شجرة في الجنة اسمها شجرة طوبى، تمشي تحتها تركب الفرس بتاعك وتمشي تحتها تاخد كام؟ 100 سنة، والله ده عمرك، يعني انت هتعيش 100 سنة ان شاء الله ربنا يبارك في عمر. طب ولو عشت 100 سنة ودخلت الجنة هي شجرة واحدة تمشي تحتها 100 سنة عمرك خلاص عد، يبقى ازاي بتضيع عمرك في البلايستيشن وفي الفيس واحد يقول لي ملوش حل الفيس ده، ملوش حل ليه؟ مين قال له ملوش حل؟ نلغيه خالص، نفصل النت، العنب فيه اكبر من دماغك زي ما هنتكلم، اخد بالك؟ وقعدت تحت الشجرة دي وبتشرب لك شراب من شراب الجنة خلاص كده انت. قال صلى الله عليه وسلم طوبى شجرة في الجنة مسيرة 100 عام، اسمع بقى الجاية دي، ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها، تخيل شجرة بينبت منها أو بيطلع منها ثياب. وقال أيضا بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، بصوا الشكل ده عامل إزاي، ده نهر برضو بس احنا نتكلم عن نهر تاني في الجنة بقى، حافة النهر ده إذا انتم شايفين ترابه طينة وشوية شجر، اللي في الجنة بقى حافتاه قباب الدر المجوف. قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال فإذا طينه مسك أذفر، مش طين زي ما انتم شايفين كده. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة، لا وقف لهم بقى عشان الحديث ده مهم، إن في الجنة، بص بقى المنظر اللي قدامك ده، الله بص وقف يا ابن، لو انت بقى ما تخافش اسمع بقى الحديث اللي هقوله ده، ان في الجنة بحر الماء، ماشي معروف ما قدامنا هو زي ده، وبحر العسل، برطمان عسل قد كده بكام؟ طب بحر عسل ها، هو المشكلة ان هو يقول لك انا ما بحبش العسل، يا ابني ده بتاع الدنيا ده، والله في ناس دماغتها يقول لك ما بحبش العسل، هو انت ضمنت خلاص انت داخل الجنة وهتنقي ادمغه؟ طب وخليك ما بتحبش العسل في الدنيا، طب هو ده زي ده؟ والتاني يقولك طب بس بحر عامل بايه؟ طب ده بحر عسل مش هيتنط فيه؟ طب انت امال انت، لا حقيقي في شباب كده بيقعدوا يسالوا اسئله، هو انا قلت لك خد فيه غطس؟ طب اسمع اللي جايه دي، قال وبحر اللبن، وبحر لبن، طب ده ايه ده؟ ده انت لما بتروح عمره بتبقى في السفينه بتبقاش شايف حدود ولا يمين ولا شمال. قال وبحر الخمر، وخمر، اقول لي بقى طب ما اشمعنا العسل، لكن خمر الدنيا ايه؟ لا يصدعون عنها، خمر الاخره لا يصدعون عنها ولا ايه؟ ولا ينزفون. قال ثم تشقق الانهار منها، يعني انا قلت للشباب قبل كده لو جات لك تاشيره او فيزا لدوله غنيه جدا على مستوى العالم ايه مثلا؟ اعلى مستوى يخطر في بالك، لما خلاص ماشي، لما تخش وتاخد لك شقه هناك ماشي كده؟ في طبعا الحمام، في ايه؟ حنفيات الميه اللي هي الخلاطات والبتاع، ممكن تكون هناك بتشتغل بالريموت طبعا. ايه بقول لك، ويقعد على القعده على بتاعه الحمام، يقعد بعد ما يخلص ويقوم يلاقي نسبه السكر كذا ونسبه كذا مش عارف ايه ونسبه كذا على شاشه وراه، حقيقي اخد بالك؟ ايه بس اسمع ها؟
مش هنا، مش في الصحابة جوه. بس لو بيشاور يقول لي فين ده، لا مش عندنا هنا، بس صلحوا انتوا الحمامات دي الاول. معنى كده؟ وايه استنى، وايه مثلا عايز حاجة مثلا نقصت في التلاجة ولا حاجة، تبعت رسالة للسوبر ماركت على النت وتروح جيال وتخش التلاجة، مواضيع كده اكنك انت ما... معنى كده. طيب هل البيت ده ممكن تلاقي عندك حنفيات كده خلطات تنزل لبن، واحد شوكولاتة وواحد عصير مانجا وواحد عصير فراولة ده وارد؟ اظن ما فيش حصل ده في العالم الاخي هنا. ايام صلاح الدين حرر الله الشام. فلما تبص كده تفكر في نعيم الجنة فعلا دماغك ما تقدرش. بس احنا الاهم بقى من ده كله، قال صلى الله عليه وسلم: عجبت للنار نام هاربها. يعني واحد خايف من النار ونايم، الله، اللي خايف ان في نار هتحرقه يعمل ايه؟ يهرب، يجري الاعمال الصالحه. وعجبت للجنه نام طالبها. يعني بص نام طالبها، واحد عايز الجنه ونايم. لا، يبقى احنا بقى لنا كم يوم في الاعتكاف؟ حوالي 7 ايام او 6، يا 7 يا 6. وعايزين بقى الست ايام او 7 ايام دول شغل ناس عايزه جنه، موافقين ولا شغل بكش؟ شغل ناس عايزه جنه فعلا، ما ينفعش تضيع دقيقه. ده بتوع الاتصالات يقول لك ما تفوتش ايه؟ فوتش لحظه، سيبه، مش فوتش لحظه، ما بالك بقى اللحظه دي ممكن تقول فيها سبحان الله وبحمده. عشان كده عايزين فعلا، مش هيقول لنا بقى ممنوع الكلام، مش هيقول لنا بطل كلام بطل هزار، لا احنا مش محتاجين ده، احنا عايزين فعلا نستغل كل دقيقه وكل لحظه فيما يقربنا من الله. لنا لقاء اخر مع الجنه غدا ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.